تخيل أن سلطنة عمان تحتوي على 50% من إجمالي أنواع الزواحف في شبه الجزيرة العربية، أي بمعدل أكثر من 111 نوع مختلف. وتعتبر جبال الحجر في الشمال وجبال ظفار في الجنوب أكثر منطقتين غنيتين بالتنوع الأحيائي، وتم العثور فيهما على أنواع من الزواحف لا تتواجد في أي مكان آخر في العالم. وتحتوي سلطنة عمان على 96 نوعاً من الزواحف البرية، منها 21 نوعاً من الأفاعي و 75 نوعاً من السحالي و 15 نوعاً من الزواحف البحرية، منها 10 أنواع من الأفاعي البحرية و 5 أنواع من السلاحف البحرية. وبهدف حماية الحياة الفطرية التي تسعى هيئة البيئة للحفاظ عليها باعتبارها ثروة طبيعية وطنية، قامت بإصدار أطلس الزواحف البرية العمانية، سعياً إلى توثيقها وإثراء المجتمع من المهتمين والباحثين حولها وحول أماكن تواجدها وطريقة التعامل معها في حال العثور عليها، معاً لصون البيئة وثرواتها.